موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله عز وجل عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها. هي ما عنتم، ما والفعل مصدر، يعز عليه عنتكم كما قاله ابن جرير أقرب. ولكن كلام ابن كثير هنا في أن هذا هو للأمة، وقد رجح ابن جرير كما سمعنا أنه عام في الناس، فهو يعز عليه ضلال الضالين يود لو آمنوا، ويعز عليه المشقة على المؤمنين أن يقعوا في معصية الله، أو أن يكون هناك أمر من أمور الدين فيه مشقة عليهم. قال: ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وفي الصحيح: إن هذا الدين يسر، وشريعته كلها سهلة سمحة كاملة، يسيرة على من يسرها الله تعالى عليه. قال الله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. وهذا يدل على أن الإيمان لا مشقة فيه، وأن المشقة في الكفر والفسوق والعصيان. قال: حريص عليكم، أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. وقال الطبراني: بسنده عن أبي ذر قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يحرم حرمة إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع. سيطلعها منكم مطلع، يعني سيدخل فيها. ألا وإني آخذ بحلوزكم أن تهافتوا في النار كتهافت الفرش أو الذباب. صححه الشيخ أحمد شكر. التهافت التسارع
إلى أن يقعوا فيها كتهافت الفراش أو الذباب على النار، يقدم إلى نورها فيقع في حريقها والعياذ بالله. والحجز هو موضع الإزار، يعني بيشد من وسطه حتى لا يقدم على النار، لأن المعاصي تدخل العبد إلى النار ولو كان يحسب أن فيها لذة، ويحسب أن فيها سرور، وهي في الحقيقة محرقة، ولذتها سريعة الزوال ويبقى ألم الحرق. المثل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مثل يعني دقيق جدا وعجيب. اللهم اغفر لنا، اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد بسند فيه ضعف، ضعف علي بن زيد بن جدعان، عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه ملكان فيما يرى النائم، فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: اضرب مثل هذا ومثل أمته. فقال: إن مثله ومثل أمته كمثل قوم سفر سافرين، انتهوا إلى رأس مفازة صحراء، فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به. فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة، يعني ظاهر عليها النعيم والنظافة والجمال، فقال: أرأيتم إن وردت بكم رياضا معشبة، روضة حديقة معشبة فيها عشب، وحياضا رواء، أتتبعوني؟ حياضا يعني مياه، أحواض مياه تروي من شرب منها، أتتبعوني؟ فقالوا: نعم. قال: فانطلق بهم فأوردهم رياضا معشبة وحياضا رواء، فأكلوا وشربوا وسمنوا، فقال لهم: ألم ألقكم على تلك الحال فجعلتم لي إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعوني؟ فقالوا: بلى. قال: فإن بين أيديكم رياضا هي أعشب من هذه وحياضا هي أروى من هذه، فاتبعوني. فقال الطائفة: صدق والله لنتبعنه. وقال الطائفة: قد رضينا بهذا نقيم عليه. هذا المثل هو حال العرب قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، أمة ضائعة لا تستطيع يعني أن تتقدم ولا أن تتأخر، في أسوأ حال، ولا عندهم زاد ولا شيء، ليس عندهم زاد للآخرة ولا للدنيا. فأتاهم النبي عليه الصلاة والسلام في حلة حبرة، علامة على النعيم الذي هو فيه والخير الذي هو فيه، فوعدهم
أنهم إن اتبعوه كانت لهم الغلبة والنصر والتمكين في الأرض، تدفع لكم بها، تدين لكم بها العرب وتدفع لكم بها العجم الجزية. فاتبعه المؤمنون، وبالفعل قد أوسع الله عليه من الدنيا وملكوا ما حولهم من الممالك، يحذرهم صلى الله عليه وسلم أن يركنوا إليها، وأنه لا بد أن ينتقلوا إلى ما هو أفضل، إلى طلب الدار الآخرة، لأن فيها رياضا هي أعشب منها إليها الجنة، وحياضا هي أروى منها. فمن رضي بالدنيا هلك، ومن طلب الآخرة واتبعه نجا كما صدقه أول مرة ونجا معه، والله أعلم. وله شبه في أحاديث أخرى صحيحة. وروى البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينه في شيء، قال عكرمة أراه قال في دم، في دم يعني في قتل، فيريد الدية، مساعدة في الدية. قال فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم قال أحسنت إليك؟ قال الأعرابي لا، ولا أجملت ولا عملت حاجة. زي تيجي تدي واحد حاجة قال له خليها لك يا سيدي مش عايز. قال فغضب بعض المسلمين وهموا أن يقوموا إليه، إزاي هو يقول كده؟ فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم أن كفوا، دعوه يعني لا تؤذوه. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ إلى منزله، دعا الأعرابي إلى البيت فقال له إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك فقلت ما قلت. فزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وقال أحسنت إليك؟ فقال الأعرابي نعم وأجملت. فقال الأعرابي نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك جئتنا تسألنا فأعطيناك فقلت ما قلت، وفي أنفس أصحابي عليك من ذلك شيء، فإذا جئت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي. صلى الله عليه وسلم، رفق عظيم، حتى يذهب عن صدورهم، عشان الصحابة مش زعلانين، يعني حريص على الأعرابي وحريص على إيه؟ على الصحابة، وزعل الصحابة. قال الأعرابي قال نعم. فلما جاء الأعرابي قال إن صاحبكم كان جاءنا فسألنا فأعطيناه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم كان جاءنا فسألنا فأعطيناه. فقال ما قال؟ وإنا قد دعوناه فأعطيناه فزعم أنه قد رضي. كذلك يا أعرابي؟ قال الأعرابي نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا، يعني أنت الأهل والعشيرة، يعني جزاك الله من خير، من أهل وعشيرة، يعني نعم الأهل أنت ونعم العشيرة أنت، فجزاك الله خير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فاتبعها الناس
فلم يزيدوها إلا نفورا. ندت وهربت، ناس تجري وراها تروح جاية ايه جارية اكتر. فقال لهم صاحب الناقة: خلوا بيني وبين ناقتي، فأنا أرفق بها وأعلم بها. فتوجه إليها وأخذ إليها من قتام الأرض، من عشب الأرض، نبات الأرض، ودعاها حتى جاءت واستجابت، وشد عليها رحلها. وإنه لو أطعتكم حيث قال ما قال لدخل النار. ها؟ وإنه وأنا عندي وإنه النسخة الثانية وإني لو أطعتكم حيث قال ما قال لدخل النار. يعني لو كان عمود ضربوه مثلا كان حيكفر بالله، نعوذ بالله. ثم قال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه. قلت: وهو ضعيف بحال إبراهيم ابن الحكم ابن أبان. إبراهيم الحكم فيه ضعف، لكنها حديث حسنة المعاني، لها شواهد كثيرة في الصحيح، هذا والذي قبله. وقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم. هكذا أمره الله أن يكون خفض الجناح للمؤمنين، رفيقا رؤوفا بهم، أي رفيقا، والرأفة أشد الرحمة، رحيم بهم، يسعى إلى مصلحتهم الدينية في المقام الأول والدنيوية كذلك. الله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي.